ينكر بعض الطائفين على من قام يصلي عند المقام حينما يزدحم المطاف، فهل يسوغ هذا الإنكار؟ نعم، إذا كان يترتب على الصلاة عند المقام إضرار بالطائفين فالطائف مقدم على المصلي. الله جل وعلا قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فقدم الطائفين. إذا كان فيه إضرار بالطائفين فلا يجوز له أن يصلي عند المقام، يروح يصلي في مكان آخر. نعم.